كل شباب علومكم طيبين. اليوم عندنا قصة الأسبوع. قصة الأسبوع اليوم عن مين؟ عن هذا الرجال، أو استغفر الله العظيم، هذا ما أقول عنه رجال، اللي هو النمرود. النمرود هذا إيش سوى يا الربع؟ قولوا وش ما سوى. اليوم بقول لكم قصته وكيف مات من شيء بسيط. يعني شوفوا، هو شاف نفسه في هالدنيا، سوى نفسه كبير ومات من شيء بسيط. جاهزين؟ يلا شيبسات وبطاطسات ومفرحات وعصيرات وبسكوتات وحلويات، يلا نبلش. اسمه النمرود. النمرود هذا يا اخوان واحد اي شيء بيحكمه، اي شيء يبغى له، يبغى يحكم اي شيء قدامه يا عياله. اي شيء ما يعجبه على طول يذبحه، ما عجبك انت يذبحك، انت ما ارتحت لك يذبحك على طول. يعني من الاخر يشوف نفسه انه هو فوق الناس كلهم. طبعا يا شباب، النمرود هذا مين؟ هذا ولد حفيد سيدنا نوح عليه السلام. يلا نبلش القصة. نبلش يقول لكم هذا شخص كان جالس في قصرة، وعنده حول الحريم والأخ مستانس ومتربع على شو اسمه ذا العرش حقه. المهم إلا فجأة يدخل عليه واحد بهيئة غريبة. النمرود طالع انصدم، كل هذا ايش دخله كذا فجأة القصر عندي؟ شو السالفة؟ حراس اذبحوه اقتلوه. في يوم الحراس قتلوا هذا الشخص، ايش سوى النمرود هذا؟ بدال وعارف انه عنده حريم، فقال انا عارف الحريم هذول اللي عندي في القصر بيطلعون بيروح يعلمون الناس انه في شخص دخل عند القصر، فاذبح الحريم هذول كلهم. فدخلوا الحراس هذول ذبحوا الحريم وذبح هذا الشخص الغريب، كله عشان العلم هذا ما يطلع للناس اللي برا، انه اوه يقولوا اوه واحد دخل عند قصر النمرود وكذا، بتعدى الحراسات وتعدى كل شيء. فايش سوى؟ ذبحهم كلهم. المهم النمرود هذا خلصت ليلته وقال خلاص الحين انا بروح الغرفه بروح ارقد واخمدها. يقول لكم اول ما فتح باب الغرفه ودخل الا ويشوف نفس الشخص هذا اللي جاء لعند القصر متكي كذا على السرير كذا متربع. السلام عليكم حبيبي كيف؟ لا استغفر الله العظيم، اقول السلام عليكم. المهم شاف نفس الشخص هذا قاعد على السرير. المهم طلع فيه النمرود قال ها انت نفس الشخص اللي دخل علي القصر، من انت؟ قال شوف حبيبي، انا الحين بطلع شكلي الحقيقي وخلاص بفجرها من الاخر. المهم النمرود اللي هو خايف، الرجال قاعد يتنافض مصدوم من الشيء اللي قدامه، يوم تغير شكله هذا كذا طلع شكله كذا واحد عيال مقرف كذا شكل، عرفته كذا يعني استغفر الله العظيم. قال يا حبيبي ها انا ابليس. الا النمرود خايف. ابليس ايش قال له؟ قال له شوف يا النمرود، انا بعطيك حكم وبعطيك كل شيء، بخليك تحكم الارض وبخليك تحكم اللي تبي، بس بشرط. النمرود خايف قال له وش الشرط حقك يا حبيبي؟ قال انا ابيك تعبدني، يلا ابيك تسجد لي. ايش سوى النمرود؟ سجد على طول، ما عدا مدى واحد ثلاث، على طول سجد، ما في مين صار، كله يا اخوان عشان يحكم اللي في الارض. نبلش القصه الحين، نبلش في العميق يلا. المهم النمرود يا الربع ذاك اليوم خمدها ورقد الا عياله يحلم ذاك الحلم. ايش حلم؟ حلم انه الشمس يجي كذا كوكب يغطي على الشمس، عرفتوا؟ فهو قام مفجوع، شو السالفة وما ادري ايش، ابي يجيبوا لي المفسرين، وين المفسرين؟ فيوم سأل المفسرين عن الحلم اللي هو حلم فيه انه شمس كذا تجي كوكب تغطي الشمس، قالوا له يا حبيبي يا النمرود حلمك تفسيره انه في واحد بيجي راح يكون سبب في ان حكمك يضيع، يعني خلاص حكمك النمرود ينتهي، يعني في واحد بنولد بيكون هذا الشخص اللي انولد انه حكمك بيضيع كله وخلاص ما عاد بتصير حاكم. فايش سوى؟ قال خلاص النمرود دام هذا الحلم اي ولد ينولد بحكمي بزمن حكمي اذبحوه اقتلوه، ما عاد ابي اشوف ولد. فتخيلوا النمرود هذا حكم 400 سنة. فايش صار في زمن حكمه؟ اخوان في زمن حكمه انولد سيدنا ابراهيم عليه السلام. فايش اللي صار؟ امه قررت تخبيه لين لما يكبر، لان لو درى النمرود انه في ولد انولد وهو يعني في زمن حكمه راح يقتلونه على طول. فأم سيدنا إبراهيم عليه السلام قررت تخبيه لين ما يكبر. المهم النمرود هذا يا إخوان كان يحط الأكل عنده بالقصر، يعني أنت بتتعشى تبي تأخذ أكل لك ولأهلك، الله يكون بعونك تعال القصر عندي خذ أكلك وامشي، ما يمشي نظامان، تبي تأكل أكل تعال عند القصر خذ أكلك وامشي. المهم هو كان ينزل النمرود هذا يطالع بالناس اللي يأخذون أكل كذا يتفخت فيهم عرفتوا. فيقول له انت من ربك؟ فهم من شدة الخوف يقولون ربي انت النمرود والعياذ بالله. كان شوي سالم انت حبيب من ربك؟ ربي انت، يقولون النمرود. فلين جاء عند شخص اللي هو سيدنا ابراهيم عليه السلام، قال له حبيب انت من ربك؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام ايش رد عليه؟
قال ربي اللي يحيي ويميت. فالنمرود انصدم كذا، عرفتون؟ قال لحظة شوي، أو إيش قلت حبيبي؟ قال ربي، سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ربي اللي يحيي ويميت. فقال النمرود أنا اللي يحيي ويميت حبيبي. فإيش سوى النمرود؟ جاب شخصين عنده كذا حوله، جابهم ذبح واحد وخلوا واحد عايش. قال يلا شوفني أنا أحي وميت. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال يلا دام إنك تحي وتميت، يلا الرجال اللي ذبحته هذا يلا احي. فالنمرود طالع كذا سكت، قال شو حبيبي عندك الجرأة إن أنت تناقشني زي كذا؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام قال له ربي هو اللي يعني طلع الشمس من الشرق للغرب، فإذا أنت تقول عن نفسك أنك إله ورب فيلا طلع الشمس من الغرب للشرق. فالنمرود سكت كذا بوزم، الناس يطالعون فيه كلهم يقولون هو عرفتوا يا رب العالمين، الناس يشاورون بعض. فمشى وراح القصر حقه. بس للحين كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام قاعد يعني ذاك اليوم النمرود وجيشه ومدري قومه واللي معه قاعدين يحتفلون ينبسطون وقاعدين يفلون أمها. فإيش اللي صار؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام راح للأصنام حقتهم. فإيش سوى؟ كسر كل الأصنام كذا فتفتها يا الربع، كسرها وخلى صنم كبير، يعني بين الأصنام من فتفتها مكسرة في صنم كبير. فيوم خلصوا حفلتهم الشباب راح عند الأصنام يتعبدون حقتهم، إلا ويشوفون الأصنامهم متكسرة طالع كذا. من أول واحد جاء في بالهم؟ قالوا خلاص إبراهيم عليه السلام هم هو اللي سوى هذا بصنامنا. فجابوا سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا أنت اللي سويت بصنامنا زي كذا؟ قال إبراهيم عليه السلام قال إذا أنتوا يعني قاعدين تسألون وشاكين فيني اسألوا هذا الصنم الكبير، هو اللي راح يجابكم وهو اللي شاف اللي كسر الأصنام فتفته، خلاص اسألوه. فيوم طالع كذا بالصنم الكبير وطالع سيدنا إبراهيم عليه السلام قالوا إي والله معك حق، يعني بينه وبين أنفسهم إنه الصنم هذا مو قاعد يفيدنا بأي شيء، وصنم ضعيف يعني لو بيفيدنا يعني كان يعني ساعدنا وقال لنا من اللي كسر الأصنام اللي حوله. فإيش اللي صار؟ المهم بعد ما تكسرت الأصنام هم شاكين سيدنا إبراهيم عليه السلام، أخذوه ودوه قصر النمرود، والنمرود من أول الربع قاعدة تاكل معاه السالفة ذيك اللي قلت لكم عنها. فإيش اللي صار؟ قال أوكي سيدنا يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام قال أنت تكسر الأصنام، شوفوا يلا بيكم تولعون نار أبي يعني من قوة الربع النار اللي ولعوها، يعني لو إنك برا المدينة اللي عندهم تشوف كذا ضوء، تشوف يا الربع نور من قوة النار اللي ولعوه، ولع نار يا الربع كبيرة. قال يلا النار هذه إبراهيم أرموا فيها، يعني أرموا سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار. فيوم رموا سيدنا إبراهيم عليه السلام بالنار سبحان الله ربي أمر النار إنها تكون برد وسلام على سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن ربي لو أمرها برد راح يكون سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه راح يبرد وراح يعني قال النار كوني بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم عليه السلام. فتخيلوا خلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام في النار لين النار ما طفت، وتخيل يوم طفت النار شافوا سيدنا إبراهيم كذا هم رايحين يشوفون يشيلون الرماد، عرفتوا ذا حق بعد ما تولعوا النار مو في يجيكم في رماد واشياء زي كذا. المهم راحوا إلا شافوا سيدنا إبراهيم عليه السلام ومكانه ولا في خدش واحد. تحسبون النمرود كذا يعني مدرب هالموقف يوم شاف الموقف هذا قدامه انه اتعظ انه آمن ولا أسلم؟ لا، يعني الرجال اخوان تكبر وبالعكس يعني شاف نفسه قال لا انا بعد زياده ابي اتحدى. يعني النمرود ايش سوى بعدها؟ قال خلاص انا بتحدى الله والعياذ بالله، راح يجهز جيش الربع كبير، وانه ايش بيسوي؟ يبغى يحكم الارض والسماء. نشوف سبحان الله يبي يتحدى الله، شوف عقله وين، استغفر الله العظيم. بس المهم يوم جهز الجيش حقه كامل ويمشي فيه سبحان الله ربي شلون ايش ارسل له؟ فكروا كذا ربي ايش ارسل لهذا الجيش؟ وايش ارسل له؟ ارسل لهم الربع نامس او البعوض، عرفتوا النامس؟ النامس عرفتوا النامس ذا اللي يسحب الدم؟ ارسل يا ربي سبحانه وتعالى عليهم نامس، من كثر النامس عيال ما عاد تشوفون الشمس، يعني تخيل ما تشوفون النور خلاص من كثر كذا يا الربع صار عليهم ظلام سواد يا الربع من كثر النامس. النامس هذا الربع شفط دم كل في الجيش، شفط دمهم عيال لين كلهم انهلكوا الجيش. وش اللي صار؟ ربي سبحانه وتعالى ارسل نامسه دخلت نامسه واحده، نامسه تخيلوا كذا، يعني النامس هذا قضى على الجيش بس ما راح للنمرود. ربي سبحانه وتعالى ارسل نامسه واحده عيال دخلت في خشم النمرود،
تخيلوا قعدت في مخه يا رجال 400 سنة، وهي هذه النامسة في مخ النمرود يتعذب 400 سنة، لا خلته ينام زي الناس ولا خلته يعيش يومه زي الناس. تخيل الربع انه يمسك الجزمة، هو عندهم جزمة مدري، بس انه ياخذ حذيانه الربع يخبط على راسه، يصفق راسه بالجدار. تخيلوا ازعاج يا عيال، تخيلوا صوت النامسة هنا يا عيال ازعاج، يعني تخيل 400 سنة هو قاعد يسمع ازعاج، قاعد يسمع اصوات ويصفق براسه هنا، يصفق براسه. شوفوا حكمة من الله، عذب 400 سنة لين ما ربي خلاص أهلك آخر شيء. 400 سنة حكم الأرض، 400 سنة قاعد يتعذب من النامسة هذه. هذا اليوم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وقصة النمرود، وهذه من القصص يا إخوان اللي سمعناها وإحنا صغار، بس يعني حبيت أذكركم فيها.